إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. وتوبوا إلى الله جميعا فإنكم إليه لا محالة راجعون. عباد الله، أعظم كلمة يقولها العبد لا إله إلا الله. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أي فاعلم أيها النبي أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فاستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وقد شهد سبحانه أنه المتفرد بالإلهية، فهو الذي له الحق أن يعبد من دون كل المخلوقات. وقرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وأنه هو القائم بالعدل. فقال جل من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه مخبرا عن نفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أي إنني أنا الله الذي لا معبود بحق إلا أنا لا شريك لي، فاعبدني وحدي وأقم الصلاة لتذكرني فيها. وهي دعوة للنون حين التقمه الحوت في البحر. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له ربه ونجاها. أما المشركون والعياذ بالله منهم الذين كانوا يفهمون مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، فلا ندعو ولا نذبح ولا نصلي ولا نرجو ولا نرحب إلا من واحد. بل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وللبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تبويبات تدل على عمق فهمه، فقد بوب البخاري باب من قال إن الإيمان هو العمل، أي أن العمل من الإيمان. ثم قال وعدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي عن قول لا إله إلا الله، يعني أن الله عز وجل سيسأل الناس أجمعين عن قول لا إله إلا الله. ثم قال سبحانه وتعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، أي أن قول لا إله إلا الله من العمل الذي يجب أن نعمل له ويعمل له العاملون. قلنا وبوب البخاري أيضا قال باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن العلم يكون قبل القول والعمل. وذكر قوله تعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنعلم من هذا أن معنى لا إله إلا الله
من أوجب الواجبات، فمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل جلالها. فكل الآلهة التي تعبد من دون الله من أشجار وأحجار وكواكب وجن وأنبياء وصالحين فهي تعبد بالباطل، والله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يعبد بحق، وإفراده بالعبادة حق من حقوقه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل والدعاء هو العبادة. فأسعد الناس بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنها أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ومن تعلم معنى لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. ففي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أثقل من سجلات مد البصر في الميزان يوم القيامة. ففي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصرح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني أنه على رؤوس الخلائق ينادى باسم رجل من الرجال، فيأتي فينشر له 99 سجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: يصرح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون، يعني الملائكة التي تكتب، هل هي ظلمتك؟ فيقول: لا. ثم يقول له: ما لك عذر؟ يعني هل لك عذر في هذه السيئات التي عملتها وقد ملئت بها 99 سجلا، كل سجل مد البصر؟ فيقول: لا، يعني ليس لي عذر. فيقول: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، يعني يهاب الرجل من الله عز وجل، فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، يعني هذه السجلات كلها مملوعة بالسيئات، وتخرج له بطاقة، يعني روحها. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني تخرج له بطاقة واحدة فيها قول الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول هذا الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا ستصنع هذه البطاقة الواحدة مع تلك السجلات كلها؟ فيقول سبحانه وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، يعني في كفة الميزان، يعني 99 سجل هذه فتوضع في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني أن ثقة بقول لا إله إلا الله من قالها من قلبه فاهما لمعناها ستكون أثقل من 99 سجلا، كل سجل كمد البصر. ولا إله إلا الله تخرج صاحبها من النار. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شريرة، يعني حبة شريرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن مرة، يعني حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والذرة في القرآن والسنة وهي النملة. واسمعوا قول الله تعالى في تفسير كلمة التوحيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، يعني لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني إلا الله، يعني معنى لا إله إلا الله قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل كلمة لا إله إلا الله في عقبه، لذلك نحن أيضا نقول لا إله إلا الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه يقين، فصلى الله وسلم عليه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فهي وصية ربكم للأولين والآخرين. عباد الله، جاء في صحيح البخاري تعليقا قيل لوهب بن منبه رحمه الله وهو تابعي جليل توفي 314 للهجرة، قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فأسنان لا إله إلا الله هي شروط لا إله إلا الله. فأول هذه الشروط العلم بمعناها، يعني أول شروط لا إله إلا الله أن تعلم معناها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وذلك بأن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله. ثاني شروط اليقين، وهو اليقين بما دلت عليه هذه الكلمة، فلا تشك ولا ترتاب في معناها. ثالث شروط القبول والموافقة لما تدل عليه الشهادة، وهو أمر في باطن العبد. رابع الشروط الانقياد والامتثال لمعناها والعمل بمقتضاها، وهو أمر يظهر على العبد، فلا يصرف العبادة إلا لله عز وجل. فمن مقتضى لا إله إلا الله ألا يدعى إلا الله عز وجل، لا يدعى لا نبي ولا ولي ولا حجر ولا شجر، فيدعى إلا الله عز وجل. وخامس الشروط إخلاص الدين لله، وبذلك يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه عمل، فإن الشرك لا يقبل معه عمل، كما أنه بدون وضوء لا تقبل صلاة. فالإنسان الذي لا يتوضأ ويقوم للصلاة ويصليها بأحسن هيئة لكنه يصليها بدون وضوء، فإن الصلاة ترجع على وجهه. بل قال بعض العلماء أنه إن صلاها متعمدا دون وضوء فإنه يكفر. كذلك من يقوم بالعبادات وهو يشرك بالله عز وجل فإن الله عز وجل يحبط عمله. سادس الشروط وهو الصدق المنافي للكذب، بأن يتفق على ذلك القلب واللسان، فإنه يجب على الإنسان أن ينطبق معناها في قلبه كما ينطبق على لسانه، فعندما يقول لا إله إلا الله فكذلك يقولها بقلبه بمعناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. وآخر هذه الشروط وهي المحبة، وهي محبة هذه الكلمة ومحبة الله ورسوله.
بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله على علم. واعلم رحم الله وإياكم أن الله جل جلاله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صلاحا في أنفسنا وصلاحا في أزواجنا وصلاحا في أولادنا وصلاحا في والدينا وصلاحا في علمائنا وصلاحا في ولاتنا، أنت أرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابهما، وادفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وأقم عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا برحمتك عذاب الجحيم، واجعل منازلنا ووالدينا في جناتك جنات النعيم، وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.